السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. شباب شلونكم؟ إن شاء الله بخير. هاي خانة ما شاء الله، خانة حلوة وصغيرة ومرتبة ونظيفة. هاي مكان زوج وهناي مكان زوجة الثاني. طبعا تقدر تخلي بين هاي، تقدر تسحبه، يعني تقدر تسحبه هيجي وتنظفه وترجع الخانة. هذا الثاني من فوق هم تقدر تسحبه تنظفه وترجعه. خانة حلوة ما شاء الله عليها، يعني شي بترتيب. هاي مكان الماي، هاي مكان المعلف، هاي حتى الماي تقدر تسحبه ماكو بدون ما تفتح باب الرئيسي مال الخانة. هاي باب واحد تقدر حتى ما تزعج الطيور. هاي هذا المعلف مالهم، تخليه هنا لا ياخذ مكان ولا يزعج الطيور ولا. هاي خانة حلوة وصغيرة مرتبة. طبعا تقدر تخلي هنا من فوق همين حلة ثالثة، همين تخلي زوج ثالث همين. هاي الأكل طبعا لك شايل طيورة، طيور ماله مش شايلهم، بس الخانة حلوة ما شاء الله. هاي الخانة طبقة تجيهم تكون طريقة حلوة، لا الأكل يتوسط ولا هاي. خليه هناك، هذا الأكل. طبعا هسه نرجع مكانه، غادي نخليه طبعا نخليه من المطارة مع المي هم، نخليه غادي ونسد الباب.